هذه المرة يريد أن يذهب إلى أبعد من ذلك، ينفذ الخطأ. يا سلام يا سلام بهاء، بالخبرة الطويلة بهاء الحكم حسبها من برا، نفذها من برا وفي البعيدة يا بهاء. نشامة 1-0 1-0 للنشامة، التفوق أخينا أننا يجب أن نترجم. حركها يوسف أطلقها بهاء 1-0 1-0 للنشامة، التفوق أخيرا يقولنا أننا يجب أن نترجم. حركها يوسف أطلقها بهاء في البعيدة يا جهة اليمين عند جوانغ، جوانغ يعيدها دودويمان، جوانغ يحول كرة داخل. سجل هدف بمرمى الفريق اليمني، والكرة العرضية، الكرة العرضية وكيف تركوه البريسنج أكثر عليه. معلش تعوض طبعا، دخل مرمى الآن أول هدف.